وسائل التواصل الاجتماعي وظفت بشكل كبير لإثارة الكراهية في كثير من الجماعات. الآن على مواقع التواصل الاجتماعي تساهم في إثارة الكراهية، تساهم في أيضا في التشجيع على العنف، وهذا دورنا في هذا الملتقى أن نخرج بحملات مضادة لهذا الفكر المتطرف. من أكثر الحملات التي عملت وكانت مؤثرة جدا هي حملة Not in my name، وليس باسمي. قام مجموعة من الشباب في أمريكا، من الشباب المسلمين، حملوا لافتات مناهضة للجرائم التي ترتكب باسم الإسلام، ورفعوا لافتات مكتوب Not in my name، لا تمارس هذه الأفعال باسمي. الشباب في هذه الحملات في مواقع التواصل الاجتماعي ممكن أن يساهموا، وخصوصا أنهم يعرفوا بدينهم أن الدين الذي أنتمي إليه لا يدعو إلى العنف، الدين الذي أنتمي إليه يدعو إلى التسامح، يدعو إلى التعايش. وممكن أيضا أن تضرب الكثير من الأمثلة والشواهد في مناطق العالم. مواقع التواصل الاجتماعي هي أرض خصبة لأنك تنشر أي رسالة، وممكن هذه الرسالة أيضا تنتشر وتلقى أصداء كبيرة على مستوى العالم. نحن في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ندعو إلى رسالة، رسالة تدعو إلى التسامح والتعايش والوحدة والتماسك ونبذ التعصب. قمنا بحملات كثير في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في هذا المجال، وآخرها مسابقة تدعو إلى ثقافة الحوار، مسابقة في الأفلام القصيرة. كل مشارك يساهم بفيلم من 30 ثانية إلى 5 دقائق كحد أعلى، يدعو فيه ويحث الناس على نشر ثقافة الحوار. تم أيضا رصد جوائز لهذه المسابقة التي تشجع على هذا الحوار والتسامح. وجدنا أنها فرصة يعني جيدة في هذا الملتقى أنه نشارك تجربتنا ونتعرف على تجارب الناس، خصوصا الشباب اللي موجودين الآن في الملتقى كان عندهم الكثير من الأفكار الإبداعية. ممكن حنا نستفيد من تجارب، أيضا حنا عرضنا تجاربنا في المركز حتى تتلاقح الأفكار، وممكن نخرج بشراكات مستقبلية كثيرة.